الملتقى الوطني السادس حول مشكلات الإسكان في المدينة الجزائرية المعاصرة والذي احتضنته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة سكيكدا خرج بعدة توصيات رفعت للوصاية إنشاء المدن الجديدة كإحدى الحلول للتقليل من التركيز السكاني وخلق تيارات هجرة من المدن الكبرى المزدحمة بالسكان إلى التجمعات الجديدة. الملتقى الذي حضره أساتذة وباحثين ومختصين ومهندسين من مختلف جامعات الوطن ناقش عدة نقاط تتعلق بمشكلة السكن في الجزائر وأزمة العنف التي ولدتها المدن الجديدة لأسباب تلخصها الأستاذة بالعجال فوزية من جامعة سيدي بلعباس. رغم انه راه كاينه سياسه تخطيط لكن يعني ما راهش تشوف البعيد، ما راهش تاخذ كل المعايير بعين الاعتبار، الجانب السكاني مستبعد، الجانب الاجتماعي مستبعد، يعني الجانب العمراني يعني نشوفوه في حضور يعني المهندسين المعماريين فقط في التخطيط ليه، لكن لا. اللقاء خلص الى ان المشرع الجزائري لم يحترم حق المواطن في السكن، وبان المدن الجزائريه تعيش فوضى عمرانيه واجتماعيه رهيبه لابد من الخروج منها.